حياكم الله من جديد مشاهدينا، دائما في برنامج قهوة الصباح نحتفي نسعد نفخر نفاخر بشباب عمان الحاضرين في مختلف المجالات، المبدعين الموهوبين اللي دائما يرفعوا اسم السلطنة في مختلف المحافل سواء المحلية أو الخليجية العربية الدولية. ضيفنا القادم عاشق المغامرة والتحدي، حطم الرقم الآسيوي المسجل في فئة كتم النفس تحت الماء بتوقيت قدره 9 دقائق و13 ثانية، صح كذا؟ اي نعم. ما شاء الله تبارك الله. راح نقترب تفاصيل هذا الانجاز مشاهدينا الكرام بضيفنا في الاستوديو الاستاذ ابراهيم بن عبد الله السليطني، غواص حر. مرحبا بك وسهلا يا ابراهيم، احنا جدا سعداء بوجودك اليوم معنا في قهوه الصباح ونبارك لنا ولك هذا الانجاز. جزاك الله الف خير، وانا سعيد كذلك بتواجدي معاكم وشكرا على هذه الاستضافه. يا مرحبا بك وسهلا يا ابراهيم. ما شاء الله 9 دقائق و13 ثانية وتحت الماء بدون أي أدوات، بدون أي أدوات، معدات، بنفس واحد ولله. وبنفس واحد. أيوة الحمد لله يا رجل. أنا 20 أو 25 ثانية فقط على طول أطلع يعني. أيوة والله. إيش السر يا إبراهيم؟ والله السر هو أكيد يعني التزام، حب لهذه الرياضة، حب بأنك بعد نفس الوقت ترفع اسم بلدك في المحافل الدولية، تكتشف نفسك أكثر ومواصلة في نفس الوقت. هو حب وشغف لهذه الرياضة بدأ خلينا نقول من 2014 كهواية، ما شاء الله. بعدها بدأنا ندخل منافسات محلية إقليمية شوي خليجية في 2017، ولله الحمد كنا خلينا نتكلم من البداية 4 دقائق 5 دقائق وننتقل الحمد يعني لله. الموضوع ما في يوم وليلة تعال وسجل هذا الرقم 9 دقائق و13 ثانية تحت الماء وبدون أي أدوات وبدون أيوة أي شيء. يعني مواصلة ومستمرة يعني شوف لسنوات. أيوة الحمد لله. يعني شوف قصة هذا الرقم الآسيوي احنا كسرناه في 2019 ب8 دقائق و5 ثواني. كان عن طريقك او عن طريق يعني نفس الحاجة؟ ما شاء الله ممتاز. وبعدها طبعا كنا نتنافس انا وغواص صيني هو زميلي في نفس الوقت في هذا المجال. ممتاز. ايوه وكسر هو رقمي بعدها بسنتين. ما شاء الله. ايوه عاد بعدها توقفنا في فتره كورونا. تنافس بينك وبينه. تنافس كبير. طبعا قبلها كان هو كم واصل واخر نتيجه كان كم واصل؟ اخر رقم سجله هو كان 8 دقائق و45. 8 دقائق و45 ثانية. ايوه. والان انت بما انك وصلت 9 دقائق و13 ثانية فاذا كسرت هذا الرقم. كسرت هذا الرقم. والحين الحمد لله عمان تعتبر الاول اسيويا وتعتبر الأول من آسيويا عمان في فئة كتم النفس تحت الماء. أيوة ولله. لما نقول إبراهيم فئة كتم النفس تحت الماء نقصد فيها يعني في البحر أو في الأعماق أو في أحواض السباحة؟ نتكلم عن اللي هي الأماكن المغلقة أو المسابح خلينا نتكلم. ممتاز. فالطريقة وما فيها إنك تكتم نفس بنفس واحد. ممتاز. وتظل اللي هي نفس الأسلوب التقليدي يعني تظل تحت الماي لأطول مدة أنت ممكنة. تقدر ممكن. أيوة. ممتاز. إحنا نسويها في الوديان ولا أيوة نسويها. أيوة. نحاول قدر الإمكان مع زملائنا وأصدقائنا. أيوة. إنه من يجلس أكثر أكيد. فترة داخل أكيد. تحت الماي بنفس الفكرة ونفس الطريقة. بنفس الفكرة طبعا. ما في شروط، ما في ضوابط معينة. أكيد في البداية الإنسان لازم يتعلمها بطريقة صحيحة. ثاني حاجة لازم يتعلمها عن طريق مدربين، ولازم يكون هناك طاقم سيفتي أمان، لازم يكون دائما، حتى لو لنفترض أنت تكتم لنص دقيقة لازم يكون معك موجود حد يراقبك، ولو أنت محترف، لو أنت الأول في العالم لازم يكون حد معك. إيش الفكرة؟ الفكرة وما فيها، لأن الإنسان ممكن يصير له تصير له أي حاجة، لذلك إحنا ننبه دائما على هذا. الرياضة ممتعة وجميلة، تخليك تعيش شعور الكائن البحري خلينا نقول، خصوصا لأنه إحنا حبنا لهذه الرياضة جاء من البحر، يعني إن نطلع للبحر ونشوف جمال هذه الأحياء البحرية. بالضبط. فعشان تمارسها بشكل ممتع وآمن لازم يكون معك حد فاهم لهذه الرياضة، وحد فاهم حتى في اللي هي السيفتي مالها. يعني قبل شوي لما كنت تتكلم عن سنوات وانت تتدرب اساسا، يعني انتم تنصحوا الان ما حد يتدرب بشكل مفرد؟ أبدا لازم يكون حد معاه في ذيك اللحظة. أكيد تحسبا لأي طارئ قد يحدث. ممكن يحدث. أيوة. وإحنا طبعا هنا ما نخوف من الرياضة، بالعكس نحبب منها، لكن دائما هي مثل رياضات الجري، مثل رياضات أي رياضة لازم تأخذ بالاعتبار اللي هي أسس الأمان فيها. ممتاز. هذا شيء مهم. أنا فيني فضول أعرف إبراهيم. أيوة. 9 دقائق و13 ثانية تحت الماء وبنفس واحد. أيوة.
في التسع دقائق هذا ايش اللي يجي في بالك ذيك اللحظه؟ والله ايش اللي تسويه، ايش اللي تعمله علشان فعلا انت تصبر لهذا الرقم؟ احنا يعني الحمد لله، هي هذه اصلا النقله من الثمان دقائق الى التسع دقائق اخذت مني تقريبا سنتين تدريب بس عشان تكسر الرقم الصيني. الصيني ايوه. فالمرحله اللي نحاول نوصل لها اللي هو نحاول نفكر بلا شيء، يعني خلال 9 دقائق و13 ثانيه ابراهيم ما كان يفكر فيه ولا شيء، حتى الوقت نفسه ما كان يفكر فيه. تكون صافي الذهن، تكون صافي ما تفكر باي شيء في الحياه. اكيد اكيد اكيد. هو اللي يخليك تطول في المدة. هو اللي يخليك، لانك اللي نفترض اذا انت بتجلس تفكر في الدقيقه بتقول متى بتجي الدقيقه الثانيه، بعدها انت بتتوتر نفسيا. احنا نركز على اساس انه العضلات تكون مرتخيه، لازم دقات قلبك تكون نازله جدا، حتى انزل من الانسان الطبيعي، يعني الانسان الهادي نحاول نكون حتى اهدى منه في ذيك اللحظه، تكون هادي جدا علشان تطول في المده. تطول في المده. ثاني حاجه انت توصل لمرحله بعدها الى اللي هي محاربه ثاني اكسيد الكربون، لان اللي خلينا نطلع ما نقص الاكسجين، احنا عندنا اكسجين، لكن ارتفاع ثاني اكسيد الكربون هو اللي يخلينا احنا نطلع ونريد نتنفس. باي طريقه هذا احنا ندرب عليه؟ بتداريب طبعا جداول مخصصه لارتفاع ثاني اكسيد الكربون في الدم، وطبعا لازم يكون باشراف طبعا مدربين وطاقم سيفتي يكون متمكن في هذا الموضوع. ممتاز. هل الغذاء الرياضه دور في هذا الجانب ولا لا؟ اكيد اكيد، يعني لكل رياضه طبعا لها تغذيه معينه. احنا نحاول نتجنب مثلا المشروبات اللي فيها الكافيين، خصوصا في فتره التحضير، خلينا نقول في المرحله الاخيره. ممتاز. من الاستعداد للبطوله نحاول الاكلات الثقيله، حاجه كذا مثل اللحوم الحمراء نبتعد عنها، على كثر العزايم اللي تصير تحاول تكون حتى انسان غير اجتماعي في الفتره الاخيره. ايوه لازم شوي تبتعد عن، لكن ابتعادك عن هذه علشان فعلا من الناحيه الرياضيه والصحيه، او لها دور اساسا في عمليه كتم النفس؟ في ارتباط ولا في ارتباط كبير طبعا، انه لازم يكون على الاساس انه استخلاص خلينا نقول الاكسجين. أيوة. من الدم يكون سهل. ايوه ففي حاجه جدا كبيره مرتبطه بالغذاء، بنومك، براحتك، بنوعيه حتى اسلوب حياتك. مثلا لنفترض في الفتره الاخيره لازم تكون هادي، ما تمارس رياضات جدا ثقيله. ممتاز. أيوة. ممتاز. ابراهيم قبل لا تنزل الى المسبح الان، لانه هو خبرنا انه ما في البحار، لا في المسابح الداخليه. انزين قبل لا تنزل عمليه الزفير مثلا على سبيل المثال، ابى اعرف التفاصيل هذه قبل لا تنزل تحت الماء، ايش تسوي؟ والله في الحاجه قبل ما نبدا اللي هو للغوصه النهائيه، في غوصات يسموهن غوصات الاحماء. ايوه. فنبدي اللي هو نكتم بطريقه معينه على اساس ان نهيئ الجسم انه راح ترى بعد خمس دقائق او بعد عشر دقائق تراني راح امسك لتسع دقائق، فانتبه خليك جاهز. ممتاز. ايوه. فنسوي نفس هذه الغوصات الاحماء، خلينا نقول غوصه غوصتين، وبعدها ناخذ لمده خلينا نقول سبع او خمس دقائق اللي هي الانفاس الاستعداديه قبل النفس الاخير. ففي هذا يكون خلينا نقول النفس الشهيق والزفير يكون دائما متعادل، يعني ممتاز. ايوه. نحاول نستخدم الرئه كامل، يعني تاخذ الزفير. ايوه. وعمليه حتى النفس هذا التنفس، معلش يعني. أيوة. عن طريق الفم او عن طريق الانف، ايش الفكره؟ يكون اغلب حاجه عن طريق الفم، لانه الفم اكبر ممكن يشيل كميه هواء كبيره. أيوة. ثاني حاجة احنا نحاول نستغل الجزء الكامل من الرئة، احنا في جلستنا هذه في حياتنا اليومية اغلب حاجة نستخدم الجزء العلوي من الرئة. ممتاز. فلازم نعمل تنشيط لكل الرئة اللي موجودة. ايش رايك نعمل تطبيق شوية بسيط كذا على عملية الزفير ما قبل نزولك الى الماء؟ والله في اخر مرة اللي هي اللي كسرت فيها الرقم القياسي، كيف كانت الطريقة؟ الطريقة وما فيها يعني حتى ممكن يمارسها أي شخص وهو جالس طبعاً، ما في الماء. أيوة. برا على الماء ممكن يحط إيده على صدره وعلى بطنه، هو راح يلاحظ أنه في الجلسة العادية أنه جالس يستخدم الجزء العلوي دائماً، بس الصدر العلوي. ممتاز. الصدر السفلي أو الرئة السفلية احنا ما جالسين نستخدمها، وهذه اللي هي اللي ترفع دقات القلب. فإذا استخدمنا الرئة كامل، الرئة كذا تستخلص الأكسجين اللي يكون الجسم مشبع بأكسجين كامل. ممتاز. يعني لنفترض بدل ما تنفس هذا التنفس وأنا أكلمك كذا، ممكن أخذ تشوف حتى أنت حتى بطنك يتحرك. بالضبط. وصدرك. ممتاز. يتحرك كامل. ممتاز. وبعدها
تطلع زفير بنفس كمية الشهيق اللي عملته. طبعا نحاول لمدة 7 إلى 8 دقائق نتنفس نفس هذا التنفس لحد ما أوصل للمرحلة الأخيرة اللي هي أخذ فيها النفس الأخير، وبعدها طبعا بممارسات مع المرونة وكذا أبدي أخذ حاجة نفس اللي يسموها باكينج أو نفس استرجاعي. ممتاز. أيوة. الأمر له ارتباط وعلاقة بحضور الجماهير أساسا في المسابقات العالمية، له تدخل فيما يتعلق بأنك تطول أو أنك والله شوف إذا الجمهور، أنت من النوع اللي يحب الجمهور ممكن أنك خلاص تطول عشان الجمهور، وفي في أنواع من الرياضيين لا، ممكن تتنرفز بوجود مثلا حضور وكذا، فهي تعتمد كل رياضي بشخصيته بنفسيته يعني في دخوله لأجواء. ممتاز. على السريع كذا إبراهيم، أنا خاطر أسألك سؤالين من شقين مباشر، سؤال في من شقين، صار لك يوم من الأيام موقف، قبل شوي كنت تتكلم عن الأخطار والأضرار وما شابه، صار لك يوم من الأيام موقف من المواقف وانت تحت الماء؟ والله الحمد لله ما صار لي موقف كذا، وإذا صار لي بدايات الشعور مثلا دائما أنا مدرب في أشخاص، عندنا مثلا الكوتش خالد، زوجتي دائما يطلعوني مثلا موجودين أيوه. فاللي موجودين عادي يطلعوني قبل ما أوصل للمرحلة النهائية، ولولا نفترض صار هم عارفين كيف إجراءات السلامة. لك فيها مسابقات مشاركات أخرى غير عن هذه المنافسة الآسيوية؟ والله شاركنا في بعد نفس الشيء اللي هو الدايناميك اللي هو يسموه نكتم نفس ونقطع أطول مسافة، ولله الحمد شاركنا في بطولة بلغاريا السنة الماضية، جبنا المركز السادس، وبطولة بورغاس في في بلغاريا، بلغراد كانت السادس وبورغاس الحمد لله جبنا الخامس على العالم، من ما شاء الله خلينا نتكلم من 145 مشارك في جميع التخصصات جمعوا النقاط وكذا طلعنا الخامس الحمد لله. يعني كان إبراهيم بكون صريح معك، يعني لولا ضيق الوقت أنا ما راح أختم معك اليوم اللقاء، حديث جدا شائق وماتع، استمتعت حقيقة بوجودك اليوم معنا في برنامج قهوة الصباح، وأتوقع كذلك أيضا المشاهد الكريم. نتمنى لك كل التوفيق في المسابقات العالمية القادمة، شرفتنا وهنيئا للسلطنة، ما شاء الله كسرنا الرقم الآسيوي اللي كان مسجل للصين بواقع 8 دقائق 45 ثانية، إبراهيم حصل على 9 دقائق و13 ثانية تحت الماء. شكرا إبراهيم بن عبد الله السليطني غواص حر، شكرا جزيلا. شكرا لكم، جزاك الله. إذن ما زلنا معكم مشاهدينا في قهوة الصباح، وبعدها لنعود، خلوكم معنا.